السلام عليكم خوتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تكونوا كل ملاح. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. بون اليوم راكم تشوفوا في وجوهكم يعني موتور تاع سايل 1.2 اس اس بي معروف مليح مليح. هذا مولاها خسر عليها لاجب ومن بعد جابها لي، خسر عليها حق موتور قريب. جابها على اساس وشي هو عندها الموتور يفيبري يترعد وتموت في الطريق، تموت خلاص في العقبه، تموت في الطريق، تموت ما تيريش. مام الموتور كي نوضوه كي جابها لي فيريفيتها، دوك نوضها لكم تشوفوها. الموتور كيف يترعد ورزمو ما خلطولوش في البوسوار هذا، ورزمو ما تكتكش باسكو جاتني واحدة صباح فيريفيتها ديجا تكتك افون وموتور يفيبري، وكي تحط كي ترجع ايسونس تولي انورمال. بون هذه فيها الغاز عندها قدا نسنا فاسون دركا لكن شفتوها كيفاه يلعب ما تيريش في الطريق. عندي واش عملت لها انا بال اكدت لي المشكل الداخل، اكدت لي المشكل الداخل عملت جابها لي مولاها بصن كيان برك احتاجها. قلت لكم تعمل فيبراسيون، كي عملت لها تيست كومبريسيون طلعت لي غير السيلندر الاول مليح. نورمالمون هذا هو عندها سمانه ملي درت لها تيست كومبريسيون لقيت 3 ضعف كل واحد كيفاه يمد لي في تيست كومبريسيون. درت له موعد السيد بسيف كل خطره يعيط لي حتى نفرغت بلاصه باش جابالي اليوم راح نحلها ان شاء الله. نشوفوا ان شاء الله مع بعضنا واش رايحين نلقاو فيها باذن الله، بس عارفها كيف تتحل، معروفه السايل كيف تتحل. درك نحلوا ان شاء الله نشوفوا لي سياج كيف نلقاوهم، اسكن مشكل في لي سياج ولا في لي سوباب ولا ويدار لي حكايه في لي سوباب، يكونوا لي سياج تاع لي سوباب ولا لي سياج تاع لاكيلاس وحده منهم درك. المهم الحكايه تما بكره نحلوها ان شاء الله ونعطي لكم واش لقينا باذن الله. وفيريفيت لها وسي لاشان لقيتها مكالي مليح، باسكو قال لي ديجا داها عند ميكانيسيان وقعدت عنده بزاف بكاريلو لاشان، بكاريلو لاشان خضراء قعدت عنده واحد 12 يوم حسب التصريحات مولاها مش انا اللي نهضر، كانت عند الميكانيسيان دوز جور باه كاريلو لاشان. المهم لاشان لقيتها ملاحة ما نكذبوش، خاصة دركا كي بعد ما نحلو ان شاء الله رايحين نشوفو معانا واش رايحين نلقاو فيها الداخل، ولا راح في بوبينا راح في بوجيات في سوات من ميكانيسيان لميكانيسيان واش راح نقولكم. فاصون دوك نحلو منشني عارف واش راح نقولكم على عليها في الطوموبيلات كل تجرب مشاكل و فصل درك نحلوها خير ونعطيكم واش لقينا لداخل الانتيريور. نسيت بان نقول لكم عندها حتى لي كالتا لي زربراكان هذوما مخلطين، هاي 3 في بلاصه 2 و 2 في بلاصه 3 في لي شابمون. نهار حليت فيريفيت لاشان مولاها قلت له عليهم ديجا اللي راهم مخلطين، وهاو كد في ال دو في بلاصه 3 3 في بلاصه 2 في لي في لي شابمون. لاديميسيون ملاح فاصون دوكا ما بقاليش راح نحي نحي لي زربرا كامل نحي بربي ان شاء الله دوك نفتح لاكيتاس.
ميم طون كاين لافيش تاع لي زانجيكتور هاي بشرط الطون غنبقى فيها بشرط الطون نبدا نحيها ونكمل نفتح ان شاء الله. بون خاوتي كيما قلت لكم لا سيلندري الاولى طايحه راني فيريفيتها ديجا بنعت لكم شوف لي سو بابا كل تتنفس على الله غادي يسلاها تتنفس سوا تتنفس مليح هيا تتنفس وراه لي سو بابا غير السيلندر الاول اللي قلت لكم مليح فيه لا كومبريسيون ها وحتى لادميسيون كل يتنفسوا ولا تشوفوا فيهم هذه بيضاء وهذا ما كلها مكحل باسكو هذا لي تروا سيلندر قلت لكم ماهمش مليح هاي تتنفس مليح وهذه تتنفس مليح وهذا هو السيلندر اللي كان طايح بزاف درك واش راح ندير نحي لي سوباب ان شاء الله مولاها قلت له جيب لي 16 سوباب تاع جدد باه قبل نديوها للتورنار وما نظنش هي تروح للتورنار بالك حنا نحاولوا بربي ان شاء الله نروديو لي سوباب جدد الا قفلتنا هنا ما نروحوا للتورنار لا والو الا ما قفلتش اوبليجي نروحوا للتورنار يعمل لها كود فراز الا ما صرحتش يعاود لي سياج هذا هو على ذلك الطوموبيل امبوسيبل بسيلندر واحد راح تطلع يعني في العقبه ولا ما تموتش يعني ولا حاجه خويا بدري هذا هو شي سنه فيك اخويا بدري هذا هو شي سنه فيك فصا دوك نحيوا لي سوبوب كل من بعد ربي ورحمته ان شاء الله نجم نشوفوا هذاك لي سوبوب كيفاه لي سياج تاعهم كيفاه هذه ميتة خلاص الاولى هذه كيف كيف ما هاديه غير تاع الاخرى برك تشوفوا فيهم هما اللي مازالوا شويه سيلندر الاول يعني هما اللي مازالوا شويه خير من الاخرين اما باقاها كلهم يوضروا كيما راد ميسيون كيما لي شابمون درك ان شاء الله كي نجيبوا لي سوباب روديو ونشوفوا من بعد واش تقول اسكي يقفلوا كل ولا لا نقفلوا اون فوا بور توت سي لو فور لازم تروح عند التورنر اني نقول لكم لك انا رحت عند التورنر بون في الصاير خاوتي نيتويت لاكيلاس مولاها حوسنا على سوباب قلت له جيب لي في الجيا هذه في الدور يجي هذي اي تاعها باسكو علاه على جال لي سوباب ما يجيوناش وحده وحيدت قصار بار اكزومبل سي نوت نوت طوموبيل تكتك او كي تبدلوا لي سوباب لازم تحطوا حاجه دوريجين في الصايل وفي لافيو 1.2 المهم هذوما كل لازم تحط اللي فيها باستيات كيما هذه بوسوارات لازم تحط حاجه دوريجين سينو تطلع على تكتك الطوموبيل بعد ما نكملوها وتنوض كيلتهم حتى كي جاب لي في جي ام حتى كي جاب لي لي سوباب كيلتهم بالبياكوليس مع القدم او قد بعضهم ملاح كل ركبوا هكا حاجه في الدوريجين درك نتعمل على ربي راح نروضيهم ونشوفوا ان شاء الله يقفلوا لنا نكملوا المونطيوها ان شاء الله نكونوا نجحنا درك نروضيهم ومن بعد نشوفوا نرجع معكم ان شاء الله. بون خوتي رضيت لي سوباب كلهم يقفلوا مليح شحال عاد بوني عاودت قفلت عاودت حليت يعني لي سوباب برك ركبتهم لي راسول وعاودت نحيتهم وعاودت زدت رضيتهم مليح بقى لي شويه توزويس عليهم درك ركبت لاكي لاسيبون باسكو نخدم فيها شويه الوقت ما كانش ركبت لاكي لاس ركبت لي بوسوار ركبت لي زربراكام كل شيء واجد قبل نكمل كلش حطيت لابوليب ما يطيرليش البينيون تاع لاشان رايح نملاها درك تيست كومبريسيون الكلاج قد قد نحطو تيست تاعنا